حينما تدب اليوم بعض المخاوف أو ضعف الأمن أو حصول الحروب المجاورة أو فقد الأمن لمدة معينة، تجد بعض الناس سبحان الله يعيش هذا الهلع وهذا الخوف، ولذلك ينسى ذلك الإنسان أيضا ما يجب أن يكون عليه من وجود التوكل. والإنسان يجب أن يسلم قلبه دائما إلى أن الأمور والكون هذا كله بيد الله عز وجل. والله عندنا صواريخ، عندنا مضاد طيران، عندنا اتفاقيات مع الدول الأخرى، طيب وين رب العالمين؟ تجد سبحان الله قلوبنا معلقة بالبشر، ولذلك هؤلاء البشر والله لو اجتمعوا كلهم من بأقطارها على أن ينفعوك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذه الأمم سبحان الله اليوم تقف عاجزة أمام بعض ما يجريه الله في كونه من الأعاصير والفيضانات والزلازل ونحو ذلك مما يحصل. شيء يسير، في كلكم يذكر بركان واحد في أيسلندا قبل حوالي أكثر من 10 سنوات أو 8 سنوات تفجر، فقط دخانة بعد ما تفجر، ها دخانة بركان واحد في أقصى الدنيا في شمال الدنيا عطل نصف الكرة الأرضية في الطيران، ما استطاع الطائرة أن تقوم. شوف قدرة الله يا أخوان، إحنا للأسف يعني ما نتصور هذا كله ولا 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 نستحضره دائما في قلوبنا. قلوبنا دائما معلقة بما عند هؤلاء الغرب من هذه التكنولوجيا والتطور والأسلحة، حتى أصبح الإنسان ميت قبل أن يموت، يموت في كل يوم من الهلع والخوف. وهذا من الوهن الذي جعله الله في قلوب بعض هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.